عندي ألم في البطن بقالي مدة، ورحت لكذا دكتور. الطبيعي إن أي حد يعني حاسس بتعب زي اللي أنا حاسة بيه في بطني، لفيت على كذا دكتور، ولكن مفيش بعض الدكاترة مفيش تشخيص للحالة اللي أنا فيها. وأنا في إحدى العيادات بشتكي من الحالة اللي أنا فيها، نصحني واحد من اللي قاعدين هناك على اسم دكتور في الدلنجات، قال لي الدكتور حافظ عمران في الدلنجات ده انسان كويس وهيشفيك باذن الله. وبعد كده دخلت السكرتير قال لي نامي على بطنك، ونامي اللي هو سطح اللي يبقى سطحيه يعني، وايديا الاثنين لورا، وقال لي رفعي البنطلون لحد الركب. وبعد كده الدكتور دخل، المفروض ان هو هيكشف عليا، وفاجئ ان هو قاعد يكهربني على البطن بتاعت الرجل من ورا من فوق لتحت من بعد الركبه لتحت خالص. طبعا انا صوتت وصرخت ووصلت لحاله سعر وانا بصوت، ووالدتي جنبي بتصوت هي كمان وبتقول له سيب بنتي سيب بنتي ارحمنا وسيب بنتي انا مش عايزه اكشف عليها. وهو لا حياه لو ما انت نادي ولا كان حد بيتكلم، وراح ضرب مامتي برجليه زقها علشان بتقول له سيب بنتي، وفضل يزعق ولا انت كده هتبوظي العلاج. وبعد كده راح سابني بعد تلت ساعه بالظبط من على هذا الحال، ما شالش الكهرباء من على رجلي خالص، سابني وطلع بيقول لي اداني ورقه وقال لي اقرا الورقه دي، وراح مطلع مامتي بره الاوضه وراح قفل الاوضه والاوضه ضلمه خالص وسابني قاعده فيها لوحدي. الدكتور خدها مني غصب عني وحطها على الكهرباء، وقعدت تصرخ صرخ مش عادي، صروخ الصراع، قلت له سيبها مش عايزين نعالجوها. قال لي ده انت كده بتبوظ العلاج، وقعد زجني وزجني برجليه وزجني بره، مع انه هو شيخ يعني دكتور وشيخ ودقنه قدامه هذا قديه. قلت له ازاي انت بتمد ايدك على واحده وتعمل النظام ده، انت جزار ما انتش دكتور. فانا من كتر اللي انا فيه ومش طايله مامتي بره وهو قافل عليا الاوضه، رحت متصله ببابايا وانا في حاله فزع، الحقني يا بابا انا بموت في دكتور بيكهربني. فانا بابايا ما كانش يعني بابا كان ما كانش موجود معايا، فمامتي اللي كانت معايا راح متصل بماما وراح قال لها اديني الراجل ده، وراح اديته التليفون وفضل يزعق وقال له انا هشتكيك وهعمل فيك، وطلع بنتي وادي لهم الفلوس بتاعتهم، وبالفعل طلع الفلوس واديها لي. بعد الواقعه بنتي اتصلت بيا فقالت لي يا بابا الحقنة بيموتوني بالكهرباء. طب يا بنتي كلمت مامتها كانت معاها، قالت لي ده الدكتور زقني وطلعني بره وماشي وخد البت وقعد يصعق بالكهرباء. بعد قلت لها طب خبطي وكسري الباب وطلعي البت، ماشي طلعتها. وانا كنت مسافر، رجعت تاني من سفري ورجعت رحت لهم الدلنجات وخدت بنتي ورحت على مركز الشرطه، عملنا محضر بتقرير طبي في مستشفى الدلنجات.